لكن محتاج ان احنا نروح الدار البيضاء تاني تاني. نروح الدار البيضاء ومعنا موفد قناة الأهلي الزميل كريم أحمد ونشوف معاه مين. كريم اتفضل. بجد التحية ليك يا استاذ ابراهيم، بجد التحية للباشمهندس عادل القيعي. قبل بقى ما نتكلم على الضيف اللي معانا، طبعا الباشمهندس عادل كان بيسال سؤال على الملعب، ملعب كهرماء اتسمى ليه؟ يمكن اقدر اقول لك ملعب كهرماء دي شركه اجنبيه يمكن متخصصه في الماء والكهرباء، فالاسم بقى جه من الماء والكهرباء باشمهندس عادل. اروح بقى سريعا بقى ليه الدكتور محمد شوقي، طبعا رئيس اللجنه الطبيه اللي بنكون سعداء اكيد يكون معانا متواجد على شاشه قناه النادي الاهلي. تحيات طبعا باشمهندس عادل القيعي والاستاذ ابراهيم منيسي وكل جمهور النادي الاهلي مستمع ليك بقى بشكل كبير يا دكتور محمد. اهلا عادل بيه. اهلا استاذ ابراهيم، ازي حضراتكم؟ البدايه طبعا الاجراءات الاحترازيه امر مهم جدا، ويمكن حضرتك يمكن كابتن محمود الخطيب وحضرتك بتشددوا بشكل كبير، احنا جايين بهدف وهو هدف اكيد الفوز او اكيد ان احنا نرجع بنتيجه ايجابيه، لكن الاجراءات والامور الخاصه دي امر مهم جدا يا دكتور محمد، حابين نتكلم عليها. حطنا في الاجواء من اول يوم وصلنا هنا حتى هذا اليوم يا دكتور. يعني لو تسمح لي انا هرجع من قبل اليوم اللي احنا وصلنا فيه. احنا من ساعه ما رجعت الانشطه للانديه كابتن محمود كان لي توجيهات ان احنا ناخد كل الاجراءات الاحترازيه بصوره دقيقه جدا جدا، ويوم ما ابتدت عوده الانشطه للانديه الرياضيه كابتن محمود طلبني ومر على الثلاث فروع، وابتدينا باكتوبر مرورا بمقر النادي في يعني فرع اكتوبر، بعدين مرورا بمقر النادي في الجزيره، وبعدين مدينه نصر. كان يوم كامل. اليوم ده تخلله ان احنا مرينا مع كابتن محمود على جهاز الكرة كاملا بكل غرفه بكل الفاسيلتيز اللي موجودة فيه، ودققنا جدا جدا يوميها، وكان ليه ملاحظات وكان لينا ملاحظات وعملنا. الحقيقة من اليوم ده سواء داخل الثلاث فروع يعني سواء الفرعين والمقر أو في جهاز الكرة، الأمور ماشية من يعني من أفضل إلى أفضل، مش زي ما احنا ابتدينا بيها في أول يوم. لازم أقول برضو الحقيقة لما جيت هنا كابتن محمود كان مصر ان انا اكون موجود للاشراف وعشان الحاله العامه في العالم كله. يعني الحقيقه يعني ما اقدرش يعني شرف لا ادعي، انا واجهت جهاز الكره كله، كابتن سيد والدكتور خالد ومساعدين كتير بيقوموا باجراءات انا شايفها حتى زياده، لدرجه ان هم بيوصلوا معانا قبلينا الملعب قبل اللاعبين الملعب يعقموا حاجات ما كانتش تيجي على البال، بيعقموا كل الادوات، بيعقموا الكور، لان الكور دي اللعيبه هتلمسها سواء بايديها او براسها، او بيعقموا قوائم المرمى والعرض. يعني الحقيقه انا ما اقدرش الا اني انا يعني اشيد بجهاز الكره كاملا وبالذات الجهاز الطبي اللي بداخله. نقطة كمان مهمة جدا دكتور محمد، ويمكن لسه عاملين المسحة الطبية الساعة 2:30 النهاردة، حابين طبعا نتكلم عليها توقيتها ايه، لان احنا لسه هنرجع كمان القاهرة، فحطينا كده في الاجواء المسحة دي هترجعنا ولا لسه هنعمل مسحة تاني؟ شوف حضرتك المتفق عليه قبل ما نيجي اللي بلغنا بيه ان احنا كنا هنعمل مسحتين، مسحة عند الوصول ومسحة لدخول الملعب. طبعا لدخول الملعب كانت هتكفي للسفر تاني يوم. من حظنا الحمد لله انه احنا لما وصلنا محدش كلمنا او اتفق على موعد غير امبارح بالليل، اتفقوا معنا النهارده وقالوا لنا نحدد موعد، فكان الاتفاق على موعد 2:30 الظهر اللي هو بعد غدا اللاعبين. من حسن الحظ ان الحمد لله المسحه دي ان شاء الله هتكفي لدخول المباراه، هتبقى يعني الوقت يكفي ان احنا ان شاء الله نرجع بيها القاهره باذن الله، هتبقى هو ما في وذن المده المقبوله او المسموح بيها في سلطات المطار المصري. مباراه مهمه جدا بقى فنيا، بتكلم معاك شويه كده، مباراه مهمه ان شاء الله باذن الله، بنتمنى التوفيق. لاعبتنا يمكن مركزه بشكل كبير جدا، شايفين جديه واصرار وعزيمه، والكل عنده هدف. يعني اسعاد جمهور النادي الاهلي ده هدف كبير لكل اللعيبه والمجلس الاداره. يعني كلمني على الحاله، لامس ايه في الفندق ولامس ايه من عيون اللعيبه دكتور محمد؟ لامس كالمعتاد، هو النادي الاهلي التزام من كل الافراد، جهاز فني، لاعبين، منتهى الادب ومنتهى الالتزام، مواعيد. انا طبعا ما بكلمش عمري في فنيات لان مش متخصص، لكن انا بحب ابص للنادي الاهلي دايما كمشجع، لان انا في الاول وفي الاخر مشجع للنادي ومحب للنادي. هم دول لعيبه النادي الاهلي، هو ده اطار النادي الاهلي اللي كلنا بنمشي جواه، ما نقدرش نخرج عنه او ما نقبلش نخرج عنه. الجهاز الفني جهاز ملتزم وهادئ،
مع اللاعبين طول الوقت، كل المساعدين والعوامل المساعدة الحقيقة في إطار طيب جدا. نتمنى كل الخير للنادي الأهلي كما اعتدنا إن شاء الله، ويفرحنا الأهلي كما عودنا أنه يفرحنا. أنا اللي شاكر وسلامي للجميع، تحياتي. شكرا. كل الشكر والتقدير طبعا لرئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي الدكتور محمد شوقي. إن شاء الله بإذن الله بعد دعواتك يا باشمهندس علي، دعواتك أستاذ إبراهيم منيسي، نرجع إن شاء الله من هنا بنتيجة إيجابية تساعد فريق النادي الأهلي في مباراة العودة. لو في استفسار يا باشمهندس أستاذ إبراهيم أنا معاك. شكرا ليك يا كريم جدا، تحياتنا إلى الجميع، كابتن خطيب والفريق وكل الأمنيات الطيبة. شكرا لك.